في صحيح البخاري باب غزوة تبوك. يقول البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى تبوك، هو طلع، واستخلف عليا. المدينة كانت جدا مهمة، اليهود، الكفار، المنافقين من الداخل إذا شافوا القاعدة خلت يمكن أن يهجموا على المدينة ويحطموا قاعدة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج استخلف عليا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ أنتوا تروحون للجهاد وأنا أبقى هنا في المدينة؟ فقال، حقيقة البارحة كنت أقرأ هذه الرواية وأتعجب: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حقيقة عجيب. أولا، شلون أن الله سبحانه وتعالى، هذا البخاري الدقيق إلى أبعد الحدود، أسقط ألوف الأحاديث، ما أريد أدخل هذا الميدان، دقته، حذره، ولكن الله سبحانه وتعالى أجرى الحق على لسانه وبقلمه. وثانيا، عجيب، هؤلاء الذين يرون مثل هذا الحديث، النبي بعد شنو يقول؟ النبي إذا يريد يقول علي خليفتي من بعدي، شنو يقول؟ يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما يقبلون. يقول: أنت وصي وخليفتي من بعدي، ما يقبلون. يقول: أنت مني، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ علماء الأصول يقولون أن اسم الجنس المضاف يفيد العموم، يعني إذا قلنا مال زيد انتقل إلى عمرو، يعني شنو؟ مال اسم جنس يفيد العموم، يعني جميع أمواله انتقلت إلى عمرو بمنزلة اسم جنس. ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني جميع ما كان لهارون من موسى ثابت لعلي صلوات الله عليه من رسول الله. شنو موقع هارون من موسى؟ شنو موقعه؟ موسى الشخصية الأولى، من هي الشخصية الثانية؟ هارون. يقول لنفس المقام اللي كان عند هارون من موسى لك ذلك المقام، إلا استثناء يفيد العموم، إلا أنه ليس نبي بعدي. هارون كان نبي بينما أنت لست نبيا، ولكنك الشخصية الثانية بعدي، لك جميع ما لي. ثبت لرسول الله الولاية على المؤمنين؟ نعم. فيثبت لعلي الولاية على المؤمنين.
ثبتت وجوب الإطاعة لرسول الله على المؤمنين؟ نعم، فثبت لعلي وجوب الإطاعة على المؤمنين. ثبت للنبي أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ نعم، وأموالهم. فثبت ذلك لعلي بنص هذا الحديث.